أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نتيجة غير متوقعة، نتعادل مع المنتخب الهندي في المباراة التي تقام عندنا في الدوحة. أنا أتعادل مع الهند في الهند، فأنا أقدر هذا الشيء، منتخب متطور ويلعب في أرضه بين جمهوره، بس اليوم في قطر وفي ملعبنا، ملعب جاسر بن حمد، استاد جاسر بن حمد، وما نقدر أن احنا نفك شفرة المنتخب الهندي، فمعناته هذا إخفاق وتعادل في يعني في مكان الخسارة، وكأننا خسرانين مباراة اليوم بدل ما احنا نفوز على المنتخب الهندي. المنتخب الهندي نعم متكتل دفاعيا، ولكن كان المفروض ان احنا نفك شفرة الدفاع، ننوع في اللعب، نلعب على الاطراف او ما شابه ذلك. فانا بعتبر تعادلنا مع الهند بطعم الخسارة يا مايد، وكنتيجة مخيبة حقيقة. كأداء المنتخب ما قصر، لعب 90 دقيقة، هو المسيطر، هو كان الافضل، هو اللي اكثر وصولا، هو الاكثر تسديدا، هو الأكثر لعب على الأطراف والعمق، لكن حقيقة كخلق فرص حقيقية هذا ما عاب المنتخب. يعني ما في فرص حقيقية خاصة في الشوط الثاني تذكر لمنتخبنا، وهذا يعني هم أكيد أن منتخبنا درس المنتخب الهندي، وأعتقد حتى مدربهم نفس الكلام اللي قلناه، يجب أن نجد حلول خارج 18. لذلك لاحظنا إحنا التسديد على المرمى دائما أكثر من 27 تسديد لنا. نعم. لذلك المدرب يعتمد على التسديد أكثر من الجمل التكتيكية داخل العمق، من لمسة لمستين أو دريبلينج، يعني ما خلى حلو كثير. ثاني حاجة شكل ما ذكرها بشار في الشوط الأول، أيضا في الشوط الثاني لم نستبد من الركنيات. يعني الركنيات معروفة، إذا شفنا حارس طويل فوق 190 سنتي وهو نجم المباراة اليوم، يجب أن تكون عندنا خيارات، يعني أبجديات الركنيات. في عندك زاوية أولى القائم الأول، وعندك القائم الأخير، أو عندك عند نقطة الجزاء، يعني لازم يكون في تنويع. أبدا ما نوعنا في الركنيات. اثنين، حتى الكور الثابتة، يعني في واحدة كورة جيش يسددها عبد الكريم، وأنا ما أعتقد كورته، لأن يعني عبد الكريم يعني معروف عنه التسديد القوي فقط، يعني يقدر يسدد من الكورة الثابتة. هذه الكورة اللي تركن لا، لها لعيبة، لها بعلام، لها بسام. اما يجي عبد الكريم يشوت كره ثابته كحط، هذا يعني تجاوز في 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 اختصاصات اللاعبين، ويجب انه يعني ايضا المدرب يركز عليها. ايضا انا نعيب على المدرب في نقطه واحده، يعني واضح انه من الدقيقه 75 اللاعب الابرز والافضل لاعب كان عندنا حسن الهدوس، الرتم البدني عنده انخفض حقيقه، فكان من المفروض على الاقل يريحه. خلاص هو ما قصر، اعطاك 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 70 دقيقه من احسن ما يمكن، وكان هو اللاعب الابرز، لكن بعدين 70 دقيقه يلعب على الواقف، ان جات الكره عكسها او لذلك احنا شفنا المرتدات دائما من جهه عبد الكريم، وهو ما يقدر يساعد عبد الكريم من البدنيه خلص، وايضا ما قدر يعني يعمل اضافه هجوميه. فكان من المفروض انه كان على الاقل عنده علي عفيف، هو كم مره لعب علي عفيف، يقدر يلعبه في الجهه اليسرى كينشط الجهه اليسرى، وايضا يقدر يساعد عبد الكريم في تحسبا لاي اي اي مرتده. حقيقه النتيجه مخيبه، لكن الاداء جيد، منتخبنا يعني عطى ما عنده، لكن ايضا في بعض النواحي التكتيكيه قصرنا فيها اليوم. يعني في الشوط الثاني خالد مشينا على نفس الوتيره مالت الشوط الاول، لا تغيير فيها، سواء كانت من اللعب على الاطراف او عكس الكرات او الكرات اللي موجوده صح. بالنسبه لل 100% صح، يعني معناته المدرب في الشوط الثاني ما عمل اي تغيير، يعني لقراءه الشوط الاول ما كانت موجوده في الشوط الثاني. زياده على هذا خلينا نكون منطقيين جدا جدا، احنا القيمة الفنية لدى اللعيبة الموجودين في أرض الملعب ال 11 لاعب، والاثنين اللي برا على الملعب اللي هو أكرم وكريم بضياف، اللعيبة الآخرين ليس بقيمة اللعيبة، المستوى الفني بقيمة اللعيبة اللي في أرض الملعب. والدليل لما نزلوا لأرض الملعب إسماعيل ونزل أحمد علاء، احنا ما شفنا أي تغيير بالنسبة للتبديل اللي تم، يعني كنا نحتاج إلى نزعة هجومية أكثر ما شفناها، كنا نحتاج إلى خلق فرص، بما أن كيات كرة جدا سهلة لأحمد علاء، أوكي ما أقول أنا فرصة حقيقية، لكن كرة سهلة أن تلعبها بالهد، وكانت ممكن تشكل خطورة ما تسجلت. إسماعيل نزل ما عمل أي خطورة موجودة بالنسبة لنا. دكة الاحتياط حتى احنا في التغييرات احترنا في البدلاء الموجودين. نعم أرد أعيد، لما عندنا لاعبين مهمين قابوا وعندنا 11 في أرض الملعب الفريق بأكمله كبدلاء، القيمة الفنية ليست بقيمة هذول ال 13 لاعب اللي أنا أتكلم عنهم. ف
فلهذا السبب احنا لما يكون هناك في تقصير في المستوى، وهذول يعني الحمد لله احنا البطولات السابقه لم تكون عندنا اصابات، لم تكون عندنا ايقافات على اساس ان تحدث عندنا مثل هذه الظروف. اليوم حدثت مثل هاي الظروف، ما شفنا اكرم، ما شفنا كريم، نزل الفريق بالتشكيل الاساسيه اللي عنده، لكن لما كان في البدلاء لا ما كان نقله نوعيه بالنسبه للفريق. مستوى الفريق قدم مباراه جيده، امتلاك اليوم في أرض الملعب، استحواذ، لكن الحلول اللي توصلك للتهديف مش موجودة. الحلول عقيمة كانت للتهديف. نطرنا في الشوط الأول خلاص 45 دقيقة يفترض أن هناك في قراءة فنية لفك اللي هي الخطة أو طريقة اللعب اللي يلعب فيها المنتخب الهندي أساس نقدر نكون يعني نكون أفضل من الشوط الأول. احنا مشينا على نفس الوتيرة وظل انتهى الشوط الثاني بنفس الوتيرة، تعادل. اوكي، احنا دائما نقول المباراة على ارضك يجب كبطل ان تكسب المباريات اللي على ارضك حتى تواصل المرحلة القادمة. اوكي الحمد لله تعادل، ترى الهند كان خطير علينا في المراحل في الامتار الاخيرة في المباراة، يعني كان ممكن يخطف هجمة مرتدة خالد تكون خطرة وتسوي لك مشكلة في المباراة. شوف ابو محمد، الفرصة الأخيرة، ايه الفرصة الأخيرة اللي كان ابو محمد، شوف يعني خلنا نكون واقعيين، احنا صح لنا أفضلية في الاستحواذ، في الأرقام، في الكورنر، لكن ما كنا جيدين في عملية التسجيل. عملية التسجيل محتاجة تأني، محتاجة تنفيذ صح، أسيست، يعني اختراق على الأجناب، هذه ما أجدناها. على اساس ما نقول احنا لعبنا مباراه جيده صح، لكن مش مرحله الجيد جدا. مثلا فريق الهندي يدافع، لو يعني فريق قاعد يدافع عشان يفوز بالنقطه عباره عن 6 نقاط بالنسبه له. لكن خلينا نرجع حق المدرب وتغييراته. مدرب شيء طبيعي للفريق لما يكون في عناصر اساسيه ولها ثقلها، الامور الفنيه شيء طبيعي ان دكه البدلاء في فوارق، لكن الأهم لما ينزل لاعب يحصل زملائه متهيئين أن يساعدونه. صح البديل لازم يساعد اللي داخل، لكن اللي داخل بعد يهيئ للي بيدخل على أساس ينفذ طريقة اللعب. اليوم أنا أشوف بعد في فرص ما توفقنا فيها، لا تحسب للحارس الهندي، تحسب لمدرب منتخب هندية، التكتل الدفاعي، محترمين منتخب قطر بطل آسيا، شوف فرحتهم بعد المباراة كانوا منتصرين، هاي شيء كبير بالنسبة لهم. هاي كلها حسابات ما قبل المباراة. اليوم غير 3 زاد عنده إصابة فريق الهندي، يعني 4، يعني حط لاعبين على أساس يوصل للنقطة. يعتبر نجاح مدربهم، ونجح هي مدربهم نجح اليوم. إيه نجح اليوم، لو تشوف ساعدتهم، لو تشوف طريقة احتفالياتهم كأنه باخذين شيء كبير، وهذا من حقهم. لكن أنا أشوف إن منتخبنا لما يواجه فريق نفس فريق الهندي مجتهد متكل دفاع، الحلول لازم صح ممكن المدرب عنده حلول اليوم في التغيير او بعض الفرص اليوم ما توفقنا فيه، لكن محتاج صبر ومحتاج الفرص الواضحه. يعني ما في فرصه واضحه مثل العكسيه، اللاعب يقدر يسجلها بهدوء. اليوم تحس انه في تسرع داخل 18. يعني هي من اساسيات كره القدم عمليه الانهاء، اي عمل تكتيكي من غير انهاء فاكيد بيكون المجهود صفر. ولكن يجب ألا نغفل أنه اليوم المنتخب الهندي لعب مباراة مثالية للغاية في حالة الدفاع. بس أنت عندك هداف آسيا. أنا حتكلم دائما، أنت بتقول للاعبينك إذا ما ضغطت وما سددت وما شطت وما عملت ما حتخطئ الفريق الثاني. اليوم المنتخب القطري للأمانة مش مجاملة ولا كذا، الإنهاء صحيح عابه نوعا ما التسرع، وعابه نوعا ما قلة التوفيق. يعني عندما تسدد 27 مرة حارس المرمى حالة نموذجية، ما غلط ولا غلط، بعكس مباراة بس محتاج هدف على أساس أوكي محتاج هدف، بس هو يعني توفيق من الله توفيق. بينما مباراة عمان غلطوا غلطتين، سجل عمان جولين. اليوم ما في ولا غلطة لا للمدافعين، بحيث تشتيت غلط، حارس المرمى فلتت كرة منه، لا حالة نموذجية، دليل التوفيق الزائد للمنتخب الهندي. ولكن كمان عفوا آخر شيء كابتن بشار، كمان زين انه اجت في البدايات للمنتخب القطري، يعني يجب ان تاتي مثل ما بيقولوا صحوه للمنتخب القطري، اجت اليوم الصحوه. انا برايي انه مو انتم فريق المثالي اللي في اسيا انه اي فريق ممكن تهزموه، لا، اليوم حتكون درس كبير للمنتخب القطري في المباريات القادمه. كلنا يعني كلنا مرنا بمباراه مثل هذه، بالنهايه هي مجرد مباراه، كلنا
كلنا في انديتنا وفي المنتخب تجيك مباريات مثل هذه، هذه مباراة لو تعاد يمكن 5 مرات راح يفوز فيها المنتخب بنفس الطريقة أتكلم، راح يفوز فيها المنتخب القطري. لكن اليوم في سلبيات، يعني سلبيات على مستوى الأداء، مثلا في الشوط الثاني خصوصا كان المنتخب القطري يسمح للمنتخب الهندي أنه يطلع في الكرة، أنه يمرر ويطلع ويقطع الكرة المنتخب القطري وين؟ في مناطقه، في بسام يقطع الكرة، عبد الكريم يقطع الكرة، بالتالي المنتخب الهندي يرجع ويتكتل، فما فاجأ ما قطع الكرة في مناطق الخطرة، كان دائما يسمح له يخرج. المشكلة الثانية في نوعية اللاعبين، في كأس آسيا ما كنت تحتاج يعني أغلب المباريات، إذا لم يكن كلها كنت كان يعني 50-50 المباراة. الآن أنت مع أفغانستان، مع بنغلاديش، مع الهند، على ملعبك خارج ملعبك راح تواجه مثل المباراة. في نوعية مهاجم المحطة، المهاجم القوي بدنيا اللي يحضن على كرته، يأخذ ضربات حرة، يأخذ يهيئ الكرة لزملائه. منتخب قطري يفتقد لهذه النوعية من اللاعبين اللي في مثل هذه المباريات أحيانا هي اللي تخلصك. مرة أخرى هي مجرد مباراة، لو تعاد مرة أخرى راح يفوز فيها المنتخب القطري. لكن هناك سلبيات هناك إيجابيات. من ضمن الإيجابيات اللي ذكرتها أن عودة للواقع، يعني ممكن المنتخب القطري يحتاج مثل هذه المباراة عشان يعود للواقع ويفكر أن مو كل مباراة راح تكون سهلة، مو كل مباراة راح تكون 6 و7 و5 وسهلة. وبالنهاية يعني 4 نقاط، يمكن فريق واحد فقط حاليا اللي عنده 6 نقاط. لا مجموعتنا احنا الاول. لا هي اقصد لا بالمجموعات كلها. نعم. اتوقع فريق كوريا الشمالية الوحيد اللي عنده 6 نقاط او فريقين بالكثير، لكن كل الفرق فازت وخسرت وتعادلت. كوريا الشمالية فوزين، كوريا الشمالية اي فقط. ابو محمد، اذا يجب ننظر بالفوتبول هلا حاليا ما في مين يمتلك مين بيلعب احسن من هذا، في عندك اللمسه الاخيره، التمريره الاخيره والتهديف. صحيح اني بستحوذ، بس امر الفريق ما بيستحوذ، بيكون معه 35% 30% استحواذ وبيربح. كان عقيم بشكل لا يتصور مثل قال الكابتن خالد، نفس الاسلوب، دفاع شمال وسط يمين، يمين وسط شمال، ما في اللمس الأخيرة، واحد يدخل لمنطقة الجزاء ويمررها تمريرة سهلة لأي لاعب. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، مدار هن عم يلعبوا دفاع المنطقة كتير منيح، بس 15 ضربة ركنية ما بنستفيد ولا ضربة ركنية واحدة انه بس نقدر نسددها على المرمى. هيدي تابع انه المدرب لم يستطيع أن يحل شفرات الفريق الهندي في الشوط الثاني ويغير من تكتيكه، بالعكس التكتيك بالشوط الثاني كان عقيم أكثر من الشوط الأول، زائد لما كان الفريق القطري عم يقطع الكرة كان في بطء بسرعة نقل الهجمة إلى منطقة جزاء الخصم، وهذا كان عم يخلي الفريق الهندي يزيد عدده، زائد التمريرات كلها عالية لنفس اللاعب الطويل يلي هو قلب دفاعنا، كل الكرات عم يبعثوا له اياها، الكرات اللاعبين القطريين عم يبعثوا له اياها كانه عم يقولوا له خذ ورجعها براسك. اتوقع كابتن يعني المنتخب القطري عمل كل اللي عليه، لعب على الاطراف، لعب عرضيات، لعب في العمق، لعب تمرير قصير، لكن نقصه بالاخر بس فقط التوفيق، يعني ما توفق في النهايه، يعني الفرص وصل الصندوق، وصل عند الحارس يعني، وسدد من بعيد، عمل كثير شغلات حبيبي، بس التوفيق بالاخر يا كابتن ما بدنا نقول التوفيق يعني ما توفقنا ما ربحنا. انا برايي بالنسبه ما كان في حلول فعلي ضغطه مزبوط من الفريق القطري. كابتن الحلول الجماعيه، بس الحلول الجماعيه موجودة، بس الحلول الفردية ما كانت موجودة. هذه اللي عم نحكيها بالضبط. الأخيرة في نهائيات آسيا كان هناك حلول فردية، كان هناك إبداع من بعض اللاعبين. هذا اللي عم نحكيه مع فرق مرتدات. عملية شوتينج اليوم 27 شاذ. الحلول لما أي فريق يسكر عليك في ثلاث، في أهم عنصرين، يا المراوغة الفردية اللي أنت تسحب واحد أو اثنين، يا الوانتو القاتل. الوانتو بس ما موجود في منتخب قطر، وانتو بين اثنين لاعبين هذا ممكن توصل بالجول اذا تلعبها صح، مهما سكر دفاعك تلعبها صح توصل.
الحل الثاني البينيه تو صناعه اللعب في الاماكن، هذا ثلاث حاجات ما موجوده. ايش اللي كانت موجوده في كتل الدفاع اللي في قطر؟ شوتنج، اوكي شوتنج حلو 27 شات وحاولوا هذا، لكن ثلاث الامور الاخرى اللي اي حاجز او بلوك مهما سوى الدفاع هو السر ومفتاح يعني انك تفتح المساحات اللي تكلمت عنها، مثل ما ذكرت انت المهارات الفرديه، لو انت بعد تعتبر مهارة فردية باللاعبي ما في من لاعبي. لذلك منتخب قطر ايش يعمل؟ يوصل للمنطقه يستلم كره يريح المنتخب الهندي يسكر اكثر، لذلك انت بتستلم كره تعطي تعطيها ريح، لا راوغت سحبت لك واحد اثنين لاعبين، لا عملت الوانتو، لا اعطت بينيه لاي لاعب عشان ايش ينفرد بالمرمى. نفس يعني اليوم الفرص أحمد. كلها الحقيقيه كلها مش فرص حقيقيه 100%، فرصه فرصتي نفس اللعب ما تغير. بعدين في حاجه للهم في عمليه الحظ، شوف كره القدم فيها حظ، مثل اسماعيل محمد جول فاضي توفيق، يعني الحارس خلاص مستسلم، هذا ايش يدلك مباراه بعض الاحيان ما تريدك. المنتخب الهندي شوف الاحتفال ماله، كانوا جايين مباراه يريدوا يكسبوا نقطه ومحتفلين، وشوف حققوها وشوف كيف الاحتفال اللي كان فيه. عموما اللي نريد نوصله اخر، منتخب قطر ما قدر لومه لانه قدم كل شيء. بعض الاحيان اخي يشوف الكوره راح تجي حظ، ممكن اشوت على الجانب تضرب المدافع تدخل جول. اليوم كم فرص تحت المرمى وهذا احمد. عموما المباراه القادمه فرصتين فيك تقول عنهم خطرين، بس بكل اللعب جيبهم الحارس والباقيين كلهم ما خطرين. طيب ناخذ الفاصل الاخير.